بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. مشركون الأولون في الأمم السابقة على صنفين كما قال الشيخ رحمه الله. الصنف الأول وهم أولهم قوم نوح، سبب شركهم الغلو في الأولياء والصالحين، وذلك بأمرين: الأمر الأول العكوف على قبورهم، تردد عليها لطلب الحاجات. الأمر الثاني تصوير صورهم حتى يتذكروهم، فهذا دليل على تحريم الأمرين. أولا التصوير، لأنه وسيلة من وسائل الشرك، ولا سيما صور المعظمين كالعباد والعلماء والرؤساء والملوك، إن هذا أقرب إلى الغلو فيهم، وبالتالي يجر إلى عبادتهم. الأمر الثاني تحريم العكوف عند قبور الصالحين، والعكوف هو اللبث، هو اللبث عند الشيء. والعكوف عند القبور هو لأجل الظن أنها تنفع وتضر، تمنح البركة، كما يفعله القبورية من ترددهم على قبور الصالحين وجلوسهم عندهم والطواف بقبورهم. كل هذه مظاهر للشرك، حذر منها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوم إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهم في أرض بابل من العراق، وملكهم النمرود الجبار، وكانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب ويصورونها في تماثيل على صور الكواكب. والكواكب منها ما هو على صور حيوانات مثل العقرب، مثل الجدي، مثل يسمونها بهذا الاسم لأنها على صحة الحمل، صورة حمل، فهي نجوم تجتمع وتصير في مرآها وصورتها كأنها حيوان، كأنها حيوان، وسموها بأسماء الحيوانات: الحمل والثور والعقرب والجوزة إلى آخره. فهم يصورونها تماثيل
من أجل أن تذكرهم وتربطهم بهذه الكواكب، يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا أنكر عليهم خليل الله، قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ هذا استنكار. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجتهم، ما لهم حجة إلا التقليد الأعمى، هذه ليست بحجة. فالتقليد على ضلال وعلى خطأ لا يجوز، أما الاتباع على الهدى، تتبع من قبلك على الهدى فهذا طيب. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هذا يسمى اتباع ما يسمى تقليد، اتبعوهم بإحسان. يوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الاتباع الأنبياء هذا هدى وليس تقليدا. أما اتباع الناس على الخطأ فهذا يسمى بالتقليد الأعمى وليس هو حجة ولا برهان، وإنما يلجأ إليه من لا يملك الحجة، يلجأ إلى فعل فلان وفعل فلان، ليس بحجة. إذا كان فعل فلان أو الجماعة الفلانية أو الطائفة الفلانية مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة ليس هذا بحجة، حجة داحضة. فهذا أصل شرك هاتين الطائفتين من الأمم السابقة، كله يرجع إلى تعلق بغير الله عز وجل، من كواكب أو أموات أو حيوانات أو أشجار أو غير ذلك، لو يرجع إلى هذا الأمر الخطير. فالغلو في المخلوقات يؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. نعم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. ولما نهاهم نوح عليه السلام قالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين الذين غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله، تواصون بألا يتركوا، بألا يطيعوا رسول الله نوح عليه السلام، بل يبقون على ما هم عليه. هذه مصيبة. قوم إبراهيم لما أنكر عليهم ما وجدوا حجة، إلا أنهم قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما أغرقهم بالحجة وأفحمهم قالوا: حرقوه، لجأوا إلى القوة: حرقوه وانصروا آلهتكم كنتم فاعلين. لجأوا إلى القوة والتهديد، وهذا لا ينفع شيئا أبدا. الحق لا يقاوم أبدا، الحق يغلب ولا يغلب أبدا. فلذلك اندحر هؤلاء ونصر الله رسله وصارت العاقبة للمتقين. نعم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة القبور والشمس والقمر. نعم. عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتريد. في الحقيقة هؤلاء المشركون إنما يعبدون الشيطان، هو الذي أمرهم بذلك، فعبادتهم لا تصل إلى الصالحين ولا إلى الكواكب ولا إلى المخلوقات، لا تصل إليهم، بل لا يسمعونها ولا يقدرون على الإجابة
ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهم لم يعبدوا هذه المخلوقات على الحقيقة وإن كانوا عبدوها في الصورة والظاهر، وإنما الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الشياطين. فالذين يعبدون الرسل أو الملائكة أو الصالحين لا يعبدونهم في الحقيقة ولا تصل عبادتهم إليه، وإنما هذا عبادة للشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الجن يعني الشياطين. فعبادة المشركين في الحقيقة إنما هي عبادة للشيطان الذي يأمرهم بذلك. وأما المخلوقات التي تعبد فمنها من ينكر هذا كالملائكة والرسل والأنبياء والصالحون ينكرون هذا ولا يقرونه. والحقيقة أن هذا أمر باطل ولا تصل عبادتهم إلى ما ظنوا أنه ينفعهم ويضرهم، وإنما هذا تعلق بالشيطان الذي أمرهم بذلك. ولهذا يقول جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فالشرك في الحقيقة إنما هو عبادة للشيطان، وليس المراد الشيطان الجن فقط بل حتى شياطين الإنس، حتى شياطين الإنس ودعاة الضلال الذي يطيعهم يعبدون، الذي يطيعهم في عبادة القبور والأضرحة يعبد شياطين الإنس الذين هم فرع عن شياطين الجن. نعم. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن. نعم. فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك. قد يفتنون والعياذ بالله، قد يفتن هؤلاء المشركون فيتبدى لهم الشيطان أو الشياطين في صور من يعبدونهم، في صورة الولي الفلاني أو الرسول أو غيره، يظهرون لهم بالصور ويأمرونهم وينهونهم، وقد يقضون حوائجهم وقد يطيرون بهم في الهواء حجة أن هذه كرامة الشيخ كرامة الولي، وهم شياطين يتلاعبون ببني آدم. فليتنبه لهذا أن هؤلاء الذين يتراءون عند القبور قد يراهم عبدة القبور أنهم شياطين يظهرون في صور هؤلاء المدعوين ليضلوهم ويفتنوهم عن دينهم، وليس هذا من الحقائق إنما هو من الكذب التزييف من قبل الشياطين. فإن الميت لا يظهر أبداً إلى الدنيا ولا يرى في الدنيا، هو في عالم الآخرة ولا يرجع إلى الدنيا أبداً، لا الرسل ولا غيرهم ما يرجعون إلى الدنيا. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم
هم الأموات، هذا كذب وافتراء. نعم. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان، أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جناً يشهد بعضهم لبعض. نعم، هذه حقيقة مهمة جداً تبطل دعاوى هؤلاء المشركين، يقولون: نحن رأيناهم، كلمونا وأعطونا كذا وقضوا حوائجنا. يقال لهم: هؤلاء شياطين وليسوا الذين تقصدونهم، لا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحون. أولا أنهم لا يرضون بذلك، وثانيا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم، ولا يتصرفون تصرف الأحياء. هذا من الكذب، وإنما هذه شياطين تتراءى لهم لأجل أن تضلهم عن سبيل الله. نعم. ويكون أولئك كلهم جناً يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق. الجن كالإنس، هم مكلفون بما كلف به الإنس، مأمورون بعبادة الله عز وجل، فمنهم من أطاع وآمن وصار صالحا، ومنهم من عصى وصار كافرا أو فاسقا أو ضالا، كما قال تعالى عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فهم أصناف كالإنس تماما. فأما المؤمنون من الجن فلا يمكن أن يغشوا الإنس، إخوانهم من الإنس، أبدا. المؤمنون من الجن لا يمكن أن يغشوا إخوانهم من الإنس، وإنما يأبون ذلك، وإنما الذي يغشون هم المردة من الجن، الكفرة والفسقة هم الذين يغشون الإنس. نعم. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم الجاهل العابد. نعم. منهم الكافر الخارج عن ديانات الأنبياء، ومنهم الفاسق وهو المؤمن الذي عنده نقص في إيمانه سبب معصية من المعاصي، ومنهم العاصي الذي دون الفاسق، كما هذا عند الإنس. الإنس منهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي. الجن كذلك، إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون وهم الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطب. نعم. وفيهم الجاهل العابد، وفيهم أيضا من هو عابد مجتهد لكنه جاهل. والجهل آفة، فإذا كان يعبد الله على جهل هذه طريقة أهل الضلال من النصارى وغيرهم. إنما يكون العابد على حق إذا كان عبادته على علم، على فقه في دين الله عز وجل. نعم. وفيهم الجاهل العابد، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول: أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا، أو يدله على الطريق، أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة،
فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. نعم، وهذه فتنة أيضا. قد يكون الإنسي محتاجا لأنه في برية أو عطشان أو جائع أو ضال الطريق، فيستغل الجن هذه الحالة فيتراءى له ويقول أنا الشيخ فلان، وهذا طعام وهذا شراب، لأن الجن عندهم مقدرة ليست عند الإنس، يحضرون الأشياء البعيدة ويطيرون في الهواء ليسوا كالإنس، فيحضر له طعاما وشرابا ويقول أنا الشيخ الفلاني لأجل أن يغره، وهو ليس شيخا وإنما هو شيطان، أو يدله على الطريق أنه ضائع يدله على الطريق ويقول له أنا الشيخ فلان لأجل أن يفتنه، فهذا كذب وافتراء ولا يغتر به. ما يغتر بهذه الأمور إلا الجاهل، أما المؤمن فإنه لا يغتر بهذه الأمور. نعم. أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، أو يخبره عن شيء من الأمور الغائبة، لأن الجن يطلع على ما لا يطلع عليه الإنس، لأنه يعلم الغيب، هذا بالنسبة له ليس غيبا، هذا اطلع عليه لكنه في مكان بعيد، والجن عنده قدرة أنه يأتي بسرعة ويطير في الهواء فيأتي بأشياء ما يطلع عليها الإنس، فيفتتن الإنس به ولا يقول أنا جني وأنا شيطان، يقول أنا فلان أنا الشيخ فلان نجل أن يغرك ويخدع بذلك، لأن أغش شيء لبني آدم هم الشياطين، وأنصح شيء لبني آدم هم الملائكة عليهم السلام. نعم. فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول مثلا أنا أجري من أن الشيخ ما يخرج من القبر، يقول هذا الإنسي المسكين أنا أدري أن الشيخ ما يخرج من القبر ولا يجي هنا، لكن هذا سره، هذا سر الشيخ، وهذه حال الشيخ، فيأتيه من هذا الباب، من هذا الباب، والشيخ ليس له حال وليس له سر وليس له طيف، إنما هذا من الشياطين. نعم. وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته، أو هذا ملك. من مصطلحات الصوفية الرقائق والحقائق والسر، كل هذه من مصطلحات الصوفية وهي كلها لا أصل لها. نعم. أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. هذه معلوم قطعا أن الملائكة لا تعين على الشرك ولا تدعو إلى الشرك، ما يمكن ملك من الملائكة يدعو إلى الشرك أبدا، فإذا كان الذي أمر به هذا الهاتف أو هذا الخيال أو هذا شركا فهذا قطعا أنه من الشياطين ليس من الملائكة عليهم السلام. نعم. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. نعم. الله جل وعلا تحدى المشركين في هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا أمر تحدي، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون رفع المرض إذا أنزله الله، ولا يملكون نقله من محل إلى محل وتحويله من محل إلى محل،
وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. فالذي أنزل المرض هو الذي يقدر على رفعه ويقدر على نقله من شخص إلى شخص، أو من بلد إلى بلد، أو من عضو إلى عضو في جسم الإنسان. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلا يتعلق بغير الله ويقال هذا يشفي من المرض أو هذا ينقل المرض، هذا من الكذب والافتراء، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. إنما العباد بيدهم أدوية وطب، إن وافق الحمد لله وهو سبب من الأسباب، وإن لم يوافق فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالتداوي والعلاج المباح لا بأس به، وهو سبب من الأسباب. أما التداوي بالحرام كالسحر والشرك بالله والذبح لغير الله، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، الشرك أعظم الحرام. فلا يتداوى الإنسان بالشرك ولا بالخمر ولا بالميتة ولا بجميع المحرمات، ما هي بدواء، ليس فيها دواء. إنما الدواء في الأشياء المباحة، وهذا ما يعثر عليه إلا بعض الناس، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما أجابوا، قالوا لا يملكون، وهذا فلان سوى كذا، ما أجابوا عن هذا، دل على بطلان حجتهم. ثم قال جل وعلا: وعلى أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون من الملائكة أو من الأنبياء، كالمسيح وأمه مريم وعزير عند اليهود، هؤلاء عباد لله جل وعلا، وإن كان اليهود والنصارى يدعونهم من دون الله ويغلون في حقهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فالعزير وعيسى ومريم والملائكة كلهم عباد لله، فكيف يدعون وهم عباد؟ كيف يعبدون وهم عباد؟ وأيضا هم يدعون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب منه سبحانه. فعزير وعيسى ومريم كلهم تقربون إلى الله بالعبادة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، دل على أنهم عباد ليس لهم من الأمر شيء، وأن عبادتهم باطلة لأنهم لا يملكون شيئا. فالقرآن العظيم فيه الحجج الدامغة في رد الشرك وإبطاله، ولكن أين من يفهم إلا من رحم الله عز وجل، وإلا فيه الحجج الدامغة التي تدمغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. والوسيلة ليس المراد بها ما يفهمه المشركون، أنها تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، الوسيلة هي الطاعة، العبادة هي الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطاعة والقرب منه سبحانه وتعالى. فالذي يقرب إلى الله هو العمل الصالح، وليس الذي يقرب إليه الأشخاص
والوسائط. نعم. والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا. يقولون نحن نعلم أنهم لا يملكون، احنا وافقنا أنهم ما يملكون الضر والنفع، ولا يكشفون الضر ولا يحولونه، ولا نسلم بهذا، لكن هم صالحون ونحن مذنبون، ونريد من هؤلاء الصالحين أن يتوسطوا لنا عند الله، يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا عند الله. هل الله أمر بهذا؟ أين في القرآن أو في السنة أن الله أمر بأن يتخذ الوسائط من الخلق بينهم وبين الله؟ الله فتح بابه للسائلين وقال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، ولم يقل بواسطة فلان أو بشفاعة فلان. الله جل وعلا قريب مجيب، غني كريم، علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، ليس بحاجة إلى وسائط ولا دليل على ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح أنه تتخذ وسائل من الخلق بين العباد وبين الله عز وجل، أبدا، لا بالجاه ولا بالذات ولا بعمل فلان، أو عمل فلان له هو لك، كيف تتوسل إلى الله بعمل غيرك، صلاح غيرك؟ ما يغنيك شيء، كل له عمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله، لا ينفع عمل غيره، صلاح غيره أبدا. ومن أين لكم الدليل على أن الله أمركم أن تتخذوا وسائط بينكم وبينه؟ بل لم يقتصر الأمر على هذا، وهو أن يسأل الله بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان، مع أن هذا منكر وبدعة، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل صرفوا لهم العبادة، فاتخذوا هؤلاء الوسائط معبودين من دون الله، يتقربون إليهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا شرك أكبر. فالتوسل بالشخص إن كان مجرد توسط به في قبول الدعاء دون أن تتقرب إليه بشيء من العبادة، هذا بدعة، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك. وإن كان مع هذا التوسط صرف العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم نعم، قد يقولون هذا، يقولون نحن نعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك الأمور ويدبر الكون إلا الله، لكن نتخذ هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، هل الله أمركم بهذا؟ أين الدليل؟ أيضا قد يؤول بهم الأمر إلى أشد من ذلك، إلى أنهم يصورون صورهم ليتذكروا بها أحوالهم وينصبونها على قبورهم كما فعل النصارى، فإن إحدى أمهات المؤمنين ممن هاجر إلى الحبشة ورأت كنائس النصارى وما فيها من الصور، فقالت، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم
الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. ولا يزال هذا في النصارى، فإذا دخلت الكنيسة تشاهد الصليب، الصليب ممدود على الجدران، يزعمون أن هذه صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة بعدما قتل، ويرفعونه في كنائس، أو يصورون رسم، يرسمون صورة المسيح أو صورة العذراء في كنائسهم، لا يزال هذا عندهم. ويقولون نتذكر بذلك أحواله. وهذا هو الذي وقع لقوم نوح، الخط واحد، الشيطان خطه واحد مع الأولين ومع الآخرين والعياذ بالله. وقد لا تكون الصورة تمثالا، قد تكون رسما، قد تكون رسما باليد أو بالآلة الفوتوغرافية وتعلق من أجل التعظيم، والصورة المرسومة أو الملتقطة تسمى تمثالا، فليس التمثال خاصا بالمبني أو المنحوت من الصور، وهو ما تسمى بالصور المجسمة، ليس ذلك، بل هو يعم أيضا الصورة ولو كانت على ورق أو على لوحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نمرقة على الجدار فيها تماثيل، تماثيل يعني صور مرسومة وليس فيها تماثيل يعني منحوتة ومجسمة، بل هي مرسومة على السترة، تغير لونه صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل حتى هتك ذلك الستر وأزيل، فدل على أن التمثال يطلق على المجسم وعلى غير المجسم، كله يسمى تماثيل، كل الصور تسمى تماثيل، فلا يفرق، ما يفرق بين المجسمة وغير المجسمة إلا إنسان ما عنده علم أو صاحب هوى. والفتنة في الصنفين واحدة، الفتنة حاصلة بالمرسوم أو بالمنحوت والمبني. نعم. قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم يا سيدي فلان، أو سيدي يا جرجس، أو جرجس، أو سيدي يا جرجس، أو بطرس، أو يا ستر بطرس، أو بطرس، أي نعم، نعم بطرس هذا من أعلام النصارى، نعم، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيد الخليل، أو ست الحنونة يقصدون مريم، يقصدون مريم، نعم، أو يا سيد الخليل، نعم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى ابن عمران، أو سيدي الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك من الأنبياء، نعم، أو موسى بن عمران أو غير ذلك، استغفر لي إلى ربك. يهتفون بأسماء، يهتفون بأسماء الأموات والغائبين في البر والبحر إذا وقعوا في شدة، ويقولون نحن في حسبك، نحن تحت رحمتك، أنقذنا، فرج لنا، ولا يدعون الله عز وجل، لا يدعون الله، وهذا ظاهر على شرك المتأخرين. الأولون كانوا يشركون في الرخاء، لكن في حال الشدة يخلصون لله، وهذا مذكور في القرآن، يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. أما المتأخرون من المشركين المنتسبين لهذه الأمة فإنهم كلما اشتدت الكربة بهم زاد شركهم، وزاد هتافهم بالأولياء الصالحين في البحار وغيرها، يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا فلان، ولا يقول يا الله أبدا، لا يقول يا الله، ويأمر من حوله اهتفوا بأسماء الأولياء. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة،
أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء. نعم، وهذا لعظيم الفتنة والعياذ بالله. نعم. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك. يأتون إلى القبور، إما أنهم يخاطبون الصورة المنصوبة أو التمثال، أو أنهم يأتون إلى قبره، ما يصورون لكن يجون عند القبر يخاطبون الميت ويطلبون منه الشفاعة، يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه تفريج الكرب. والميت لا يطلب منه شيء ولا يسمع من النادى، ولو سمع ما يستطيع الإجابة. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون هذا، وهم على حق حين يجحدون هذا أنهم ما عبدوهم ولا رضوا أن يعبدوهم، إنما هذا من الشيطان، هم على حق في هذا، وأولئك على باطل ليس لهم حجة. فالحاصل أن هذا صنيع المشركين، إما مع صور مجسمة أو مرسومة يخاطبونها، وإما قبور هامدة يغرون عندها وينادونها ويعكفون عندها، ولا يدعون الله في المساجد، بل المسجد الذي ليس فيه قبر لا يتجهون إليه، ولا يسمى مسجدا عندهم، ما يصير مسجد إلا الذي فيه قبر. هذا من عظيم الفتنة والعياذ بالله. نعم. أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا. نعم، لا يجوز الهتاف بأسماء الأموات ولا أسماء الأحياء الغائبين، لأنهم لا يسمعون، الغائب ما يسمع دعاءك. تقول هذا رجل صالح وهذا له سر وهذا له، ما يسمعك، ما يسمعك لأنه غائب، ولا يجوز دعوة الغائب، إنما تدعو الحاضر، تقول يا فلان ساعدني، يا فلان أسقني أطعمني، يا فلان احمني من السبع من كيد كذا، وهو حاضر ويقدر، في مانع. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا جائز. أما غائب أو ميت هذا لا يجوز، إنه لا يقدر على ذلك، شلون يقدر يغيثك وهو بينك وبينه مسافات أميال ومسافات بعيدة، لا يسمعك. نعم. وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن نعم. بعضهم شعراء ينظمون قصائد رنانة في مدح الأولياء والاستغاثة بهم ودعاء، مثل قول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمم، هذا في البردة التي يرددونها في الموالد، يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي شرك أكبر، خرج من الملة والعياذ بالله. وكذلك فيه قصائد من هذا النوع كثيرة للمشركين، عباد القبور يشيدون فيها بالشرك وعمل الشرك ليغروا بذلك السذج والعوام. قد تكون هذه القصائد من الشعر الجيد والشعر المغري بقراءته مثل البردة، فيتأثر بها الإنسان الجاهل والغر، وهذا من خداع الشيطان في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. طيب لماذا لا تسأل الله أنت؟ ليش تلف تقول يا ميت اسأل الله أن يغفر لي؟
هذا من الانتكاس والعياذ بالله. الميت العاجز اللي ما يقدر لنفسه، ما يقدر يعمل لنفسه شيء، تطلب منه أنه يستغفر لك ويدعو لك؟ لماذا لا تستغفر الله أنت، تدعو الله أنت مباشرة؟ نعم. أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي، ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون نعم. ربما يستدلون بهذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ويظنون أن هذه في حال وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت في قصة، أي أن قوما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وترك التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله فضحهم، الله جل وعلا فضحهم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم، لما حصلت منهم هذه الخطيئة تابوا إلى الله، تاب الله عليهم، ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، جاءوك بالشرك والكفر والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعدوه لتحكيم غيره، هذا التنقص لقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهام له بأنه لا ينصف ولا يعدل، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله مما أشركوا واستغفر لهم الرسول، لأن الرسول مجاب الدعوة، لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء حوروا الآية إلى أنها تمتد إلى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هل كان الصحابة يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تلم بهم الملمات، عندما يستسقون، عندما تحصل عليهم الشدائد، هل كانوا يذهبون إلى قبر الرسول؟ يجوز، هذا غير مشروع، وإنما كانوا يتجهون إلى الله جل وعلا، يتجهون إلى الله بالدعاء والتضرع حتى يفرج الله ما بهم، ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول عند الشدائد والملمات، بل كانوا يتوجهون إلى الله جل وعلا، وإذا أرادوا طلب الدعاء يطلبونه من حي، من حي حاضر معهم، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ولم يذهب إلى قبر الرسول، وما بينه وبينه إلا أمتار، ما راح لقبر الرسول وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا، كانوا يقولون هذا للرسول في حياته إذا أجدبوا، لكن لما مات عدلوا عن هذا إلى الأحياء، إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك فاسقنا، فيسقون، وهم أفقه الأمة، فلو كان الذهاب إلى قبر الرسول جائزا بعد موتك لفعله الصحابة رضي الله عنه في الشدائد. فالآية إنما هي في حياة الرسول، جاءوك يعني جاءوا، ما قال جاءوا إلى قبرك، قال جاءوك، خطاب للرسول، جاءوه وهو حي عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه المسامحة عن الإساءة في حقه، وسامحهم الرسول ودعا لهم واستغفر لهم، كان هذا مشروعا. نعم. ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك. هذا قياس باطل، طلب الدعاء والاستغفار من الميت ليس مثل طلب الدعاء والاستغفار من الحي، الحي يقدر أن يدعو يستغفر لمن طلب منه ذلك، أما الميت فلا يقدر على شيء من ذلك. ثانياً
الصحابة ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا مع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة، ما فعلوا هذا. نعم، يعني أنتم أدركتم شيء لم يدركه الصحابة، أو أن الصحابة كانوا يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تعظمون الرسول وتذهبون إلى قبره. نعم. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. هذا هو الرد عليه، أن نقول هذا شيء لم يفعله الصحابة، أجمعوا على تركه، وإجماعهم حجة قاطعة. نعم. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخري الفقهاء. ما فعل هذا بعد الصحابة أحد من الأئمة من العلماء، ما فعل هذا ولا ذكره عن غيره، كتبهم خالية من هذه الأمور، إنما يوجد هذا في كتب بعض المتأخرين من الفقهاء الذين لم يحققوا التوحيد ولم يعتنوا بالتوحيد، وإنما يسجلون ما سمعوا وما رأوا بدون تمحيص من القصص والحكايات والأشياء، فلا يعتبر هذا. العبرة بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أما ما أحدثه المتأخرون أو ذكروه في كتبهم فلا عبرة به. نعم. وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ينسبون إلى مالك أنه سأله أبو جعفر المنصور هل يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولماذا لا تستغيث به وهو وسيلتك ووسيلة آبائك وأجدادك. هذا كذب على مالك رحمه الله، سيأتي تفنيد الشيخ له. نعم. وهذه القصة ليست موجودة في كلام مالك، لا في المدونة ولا في كتب أصحابه الذين تحملوا العلم عنه وجالسوه، إنما يوجد شيء في كتب المتأخرين الذين يتصيدون القصص والحكايات تروج عليهم. نعم. كتب المالكية المعتبرة ليست في هذه القصة، وهذا سيأتي بسطه إن شاء الله. نعم. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو أعظم أنواع الشرك. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، بعد موت الصالحين، أما الملائكة فإنها لا تموت. نعم. وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم بعد موتهم، أو وهم أحياء لكن غائبون عن من يسمع كلام من يناديهم. نعم. وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات. المشركون على نوعين، مشركون من غير أهل الكتاب ومشركون من أهل الكتاب، ليس كل أهل الكتاب مشركون، فيهم موحدون وفيهم صالحون، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة تتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تبيض من الدمع ما عرفوا من الحق، ففيهم مؤمنون، لكن انحرف منهم من انحرف وأشركوا بالله عن علم، أشركوا بالله عن علم والعياذ بالله، خالفوا ما في التوراة والإنجيل ودعوة موسى وعيسى ومن بعد موسى من الأنبياء، خالفوا ذلك، فهؤلاء هم مشركوا أهل الكتاب، هم مشركوا أهل الكتاب. نعم.
هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا والمسلمين المسلمون الأصل أن الإسلام دين التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وإنما فيه من المتأخرين من المنتسبين للإسلام من أحدث الشرك وزعم أنه من الإسلام. نعم. وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء، شركاء أم لهم شركاء، هذا استفهام وإنكار. شركاء لله يعني شركاء لله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين الذي يشرعه هو الله، وإذا كان الله هو الذي يشرع الدين فإنه لم يشرع الشرك لا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بغيره، الله لم يشرع الشرك، وإنما شرعوا هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويقلدونهم من دعاة الضلال، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل على أن الدين توقيفي لا يعتبر دينا إلا ما شرعه الله عز وجل، وما لم يشرعه الله فهو بدعة، إما بدعة شرك وإما دون ذلك، كل ما لم يشرعه الله فإنه بدعة محدثة. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن ذلك دعاء غير الله، هل الله شرع ذلك أو أمر به؟ أبدا، حاشا وكلا. نعم. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، كل هذه الأمور من الدين الذي لم يشرعه الله في جميع الكتب المنزلة، لم يشرع الله الشرك أبداً ولا أمر به ولا بوسائله المفضية إليه، وإنما شرع التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل لأنها حق الله على عباده، حق الله على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، هذا حق الله على العباد، وهذا هو أول الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الحقوق، أولها حق الله جل وعلا: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، فأول الحقوق هو حق الله وهو عبادته وحده لا شريك له، أما عبادة غيره فهذه ليست عبادة لله ولم يشرعها الله عز وجل، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب في إنكارها وجهاد من دعا إليها وأمر بها. نعم. هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين. نعم، لم يأمر به إمام من أئمة المسلمين المقتدى بهم الذين هم أئمة حق كالأئمة الأربعة ومن كان معاصرا لهم أو قبلهم أو من جاء بعدهم ممن سار على أثرهم، لا تجد إماما معتبرا من أئمة المسلمين يسوغ الشرك أو يدعو إليه، إنما يدعو إليه علماء الضلال أو الجهال هم الذين يدعون إلى هذه الأمور. نعم. ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، هذا لا كونه يفعله بعض الناس والمنتسبين للإسلام
وقد يكون من العباد والزهاد ويفعل هذا، هذا ليس عبرة، ليس بعبرة. العبرة فعل أهل الحق والأئمة المستقيمين على التوحيد، هو الذي يعتبر ويقتدى به. أما أن يفعل عابد جاهل أو ظالم من الضالين، هذا ليس عبرة ولا يحسب هذا على الإسلام. الإسلام منه بريء ومنزه عن هذا. نعم. ويذكرون فيه حكايات ومنامات. هذه طريقتهم. الذين يتعبدون إلى الله بالخرافات والشركيات ليس عندهم أدلة إلا إما أحاديث مكذوبة وإما حكايات يتناقلون، حصل عند القبر الفلاني كذا، المكان الفلاني رأينا فيه كذا بالمنام، إما حكايات وإما منامات ورؤى وأحلام وإما أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها حجج واهية باطلة لا يعتمد عليها. نعم. ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. كل هذه الأمور من الشيطان، هذه الحكايات، هذه المنامات، هذه الأحاديث المكذوبة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الشيطان، يأمرهم بها ويسوغها لهم ويروجها أعوان الشيطان من بني آدم من دعاة الضلال. نعم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكرون ذلك في ظل، هذا موجود، نظم القصائد في الاستغاثة بالأموات هذا موجود في كتبهم ودواوينهم الشعرية من أجل أن يغروا الناس بذلك، وتروج هذه القصائد وهذه الكتب والدواوين الشعرية الشركية تروج بين الناس، وفيها غلو وفيها شر وفيها شرك، فيها طوام، ويتناقلونها كأنها وحي منزل والعياذ بالله، ويقرؤونها في مجالسهم وفي حفلاتهم وفي. نعم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ليس من دين الله إطلاقاً، ليس من دين الله، لأن دين الله إما واجب وإما مستحب، وهذه ليست واجبة ولا مستحبة، بل هي محرمة شديدة التحريم، فإن أشد المحرمات هو الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عنه، كما أن أعظم الواجبات توحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة. يكفي، نقف عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسجد أمام الصنم ولكن نيته السجود لله سبحانه، وذلك للحصول على أمر دنيوي؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يسجد للصنم ويقول أنا ساجد لله، من يقول هذا إلا إنسان معتوه أو فاسد العقيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يدعي بعض الناس أن الأموات يأتونه في المنام ليخبروه بما يقع في بيته وهو غائب، وأنهم يأتونه في المنام ليشكروه إن عمل لهم عملا صالحا، فهل يعلمون ذلك ويخبر الحي به؟ نعم. يقول يدعي بعض الناس أن الأموات يأتونه في المنام ليخبرونه بما يقع في بيته وهو غائب، ليخبروه بما يقع في بيته وهو غائب، وأنهم يأتونه في المنام ليشكروه إن عمل. ليس هؤلاء هم الأموات، وإنما هؤلاء شياطين كما سبق لكم. نعم، يأتون إليه في منامه أو حتى يراهم في اليقظة ويقول أنا فلان، أو وكل هذا كذب، هؤلاء شياطين
ليس الأموات لا يمكن أن يأتوا يرجعوا إلى الدنيا. الميت لا يأتي بالشرك ويأمر بالشرك وهو ميت أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف كان شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عبادة الكواكب والشمس والقمر، مع أن عندهم أصنام قام الخليل بتكسيرها، فهل جمعوا بين الشركين؟ لا، هذه الأصنام والتماثيل على صور، على صور الكواكب، على صور الكواكب، كما أنهم يصورون الصور على صور الأموات، فهم يصورون المعبودات في مجالسهم من أجل النشاط على عبادتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الوسيلة عند المشركين وما معناها عند الموحدين، وما المقصود بقول آتي محمداً الوسيلة والفضيلة؟ بينا هذا أكثر من مرة، قلنا الوسيلة عند الموحدين العمل الصالح، سمي وسيلة لأنه يقرب إلى الله، فأنت لا تنال مرضات الله ولا ثوابه إلا بالعمل الصالح، ولذلك سمي وسيلة. أما الوسيلة عند المشركين فهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من صنم أو حجر أو شجر أو ميت ليشفع لك عند الله أو يقربك عند الله، وتقدم له العبادة، تذبح للميت، تنظر للميت، تهتف باسمه من أجل أنه يتوسط لك عند الله. هذه الوسيلة عند المشركين. وأما الوسيلة التي في الحديث فهي قصر في الجنة، قصر في الجنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله لي الوسيلة وهي منزل في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قد أجاز الاستعانة بإخواننا المسلمين من الجن، فهل ما يذكر صحيح، وكيف أعلم أنهم مسلمون؟ ما أعلم هذا عن الشيخ، هذا ما أعلمه عن الشيخ، إذا كان السائل وجد شيء يجيبه نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول الله سبحانه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وبين قوله سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، بعض الإخوان يأتون إلى الدرس ومعهم أوراق أو إعلانات ويضعونها في المسجد، وهذا لا يجوز، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، لا يوضع في المساجد أوراق أو أشياء أبدا، لأن هذا أول شيء إن المساجد ما هي محل، ما هي محل بسطات وأوراق وكذا، للعبادة والصلاة فقط. ثانيا، يخشى أن يدس في هذه الأوراق أكاذيب وشر، دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الفتنة، تدس مع هذه الأوراق، أو إذا رأوا أن أهل الخير وأهل الصلاح يجيبون الأوراق ويضعونها في المساجد جابوا هم مثلهم حطوها في المساجد، فهو وسيلة إلى فتح الباب لهذا الشيء. وقد صدر فتوى على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اللجنة الدائمة بأن الإعلان عن المحاضرات يلصق على الأبواب الخارجية من المساجد، تلصق الإعلان على الأبواب الخارجية من المساجد ولا توضع في المسجد أو في داخل، أو تلصق في داخل المسجد، فيجب التنبه لهذا وتبليغ الإخوان في بقية المساجد إن هذا أمر ينبغي تلافيه والابتعاد عنه، والإعلان ما هو ممنوع لكن على الأبواب الخارجية. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما يقدر صاحب الشر أنه يلصق على الباب الخارجي، إلا أنك وضعت الإعلان على الباب الخارجي ما يصير هذا وسيلة إلى الدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الله سبحانه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وبين قوله سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؟ يا أخي ما فهمت، الله يهديك،
في فرق بين القاسط والمقسط. مقسط هذا العادل، والقاسط هذا الجائر. ويحتاج أنك تدرس اللغة العربية. أنت العجيب أنك عربي ولا تدري وش القاسط من المقسط. راجع دواوين اللغة والقواميس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز منادات الملائكة الحاضرة معه للاستعانة؟ هل إيش؟ هل يجوز منادات الملائكة الحاضرة معه للاستعانة بهم على قيام الليل؟ وش أدريه عن الحاضرة معه يشوفهم؟ مثل أن يقول يا ملائكة أيقظوني لقيام الليل. ما لا يجوز هذا. لا يجوز هذا. قيام الليل علم أمك تزعدك ولا أخوك، ولا ركب جرس الساعة منبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عصره هل يطلق عليهم لفظ الصحبة كالإنس؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد ذكر الخضر عليه السلام في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو الراجح فيه؟ هل هو نبي أو رجل صالح؟ وهل هو حي أم مات؟ أما أنه حي أو مات قطعا أنه ميت، والشيخ يعني أثبت أنه ميت في رسالة أنه ميت، لا يمكن أن يكون حيا. الرسل ما بقوا، فكيف يبقى الخضر؟ هو ميت، كل نفس ذائقة الموت. أما أنه نبي ولا ولي هذا محل خلاف العلماء، من يقول أنه نبي لأن الأمور التي جرت على يده معجزات لا تجري إلا على يد نبي، ومنهم من يقول ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، عبد صالح، والذي جرى على يده هذه كرامات وليست معجزات. والله لم يسمه نبيا، الله لم يسمه نبيا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه رأى الرسول لما سار موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين ووصل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قال عبدا من عبادنا ولم يقل نبيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليخبر الناس أنه رأى، ويقول إنه قال له كذا وكذا، فهل يصدق في هذا فضيلة الشيخ؟ أما أنه يبلغ الناس بأوامر ونواهي هذا لا يجوز، بعد وفاة الرسول ما فيه أوامر ولا نواهي، الأوامر والنواهي في القرآن والسنة فقط، أما الرؤيا فلا يثبت فيها أمر ولا نهي أبداً، ولا يبلغ الناس بهذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إسلام القرين من الجن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم حفظكم الله بالأمس في خطبة الجمعة عن حرمة الصور، ويستثنى من ذلك الصور الممتهنة، فما هو ضابطها؟ وهل الصور على الملابس ونحوها تعد من الصور الممتهنة؟ الصور الممتهنة التي تداس، أنا ذكرتها، التي تداس وتلقى في الأرض، أما اللي تلبس ما تجوز هذه، ما يجوز لبس الصور والصلبان، هذه ملابس النصارى هم اللي يلبسون الصور والصلبان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول فضيلتكم إن توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، ما معنى هذا اللفظ؟ قصد من العبد والطلب من العبد، يقصد الله بقلبه وينوي الإخلاص له ويطلب منه الحاجات، يطلب منه الحاجات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بلدي شجرة تشد إليها الرحال وتعلق عليها التمائم والقربات ومثلها كثير، فهل يجوز لي أن أحرقها مع العلم أنني إن ضبطت ربما أوذى وأسجن، وهل تركها من السكوت على المنكر؟
أما أنك تزيل الشجرة هذا لا يمكن إلا إذا كان لك سلطة، إذا كان لك سلطة تزيلها بيدك، أما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتبين أن هذه الشجرة ما تضر ولا تنفع، فإن قبل منك الحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديت الذي عليك، عليك بالدعوة إلى الله، وأما إزالتها هذا يحتاج إلى سلطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يقول إن علة النهي عن التصوير هو أو هي عبادة تلك الصور والتماثيل، أما اليوم فقد انتفت العلة فلذلك يجوز التصوير، فما الجواب عن ذلك؟ من اللي نفى العلة هذه؟ العلة باقية إلى أن تقوم الساعة، والفتنة كل ما تأخر الزمان وفشل جهل تشتد الفتنة بهذا، وكيف يقول الكلام هذا ويشوف عباد القبور والأضرحة والمتعلقين بالآثار والتبرك بها، كيف يقول الكلام هذا؟ هذا ما هو صحيح، بل زاد البلابلة الآن بسبب الجهل وبسبب تأخر الزمان كثرة الفتن، فكل ما اشتد كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة والفتنة. نعم. هذا كلام باطل، قوله أنه انتهى هذا كلام باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مدفون في مزرعته، فهل يجوز لأولاده الصلاة في تلك المزرعة؟ الأرض كلها ما تخلو من قبور، إذا ما نصلي بالأرض؟ لا، الكلام على أنه ما يصلي عند القبر، إذا عرف مكان القبر فلا يصلي عنده، أما أنه يصلي مزرعة فيها قبر أو برية فيها قبر وهو بعيد عنه فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول المؤلف رحمه الله إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إيش؟ كيف نجمع بين قول المؤلف إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل بي؟ لا يتمثل بي في الصورة، أما أنه يقول أنا محمد بلسانه فهذا ما يتعارض. وأيضا كيف تقول نجمع بين قول المؤلف وحديث الرسول؟ هذا ما يقال، ما يقال إلا كيف نجمع بين أحاديث الرسول، أما قول فلان نجمع بينه وبين الحديث لا، لكن عرفت أن كلام المؤلف أنه في نسبة الأجل اللي قاله والأحاديث اللي تبلغ الآلاف وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن الرسول قالها، هذا يقال ما كذبوا لأنه ما يمكن يتمثلون بالرسول، ما قال هذا أحد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، العدل هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة؟ من أوصافه، الحكم العدل، الحكم العدل من أوصاف الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء لا يرجعون إلى الدنيا، فكيف الجواب عن قصة الإسراء عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حياة برزخية يا أخي، حياة برزخية، ما عادوا إلى الدنيا، وإنما الرسول رآهم، وهذه خاصة بالرسول ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهم تمثلوا له وصلوا معه وهم أموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هل لما راح الرسول ورجع لمكة جو معه ولا بقوا في بيت المقدس؟ من يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بالعرق أو غيره من العالم الحي؟ لا يتبرك بالعرق إلا عرق الرسول صلى الله عليه وسلم، العرق والريق والشعر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل الوضوء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. ما تبرك الصحابة بعرق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ما تبركوا، مع أنهم أفضل الأمة ما تبركوا بعرقهم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روى ابن جرير بإسناد حسن إسناده
عن ابن عباس رضي الله عنهما في السبع الأراضين قوله: في كل أرض أناس، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، ونبي كنبيكم. وقال البيهقي: إنه شاذ بمرة. فهل صح في الأراضين شيء من ذلك؟ الله أعلم. أقول الله أعلم. أنت عندك العالم اللي عندك تعامل معهم، أما اللي بالأراضين اللي الأخرى خلهم إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب، إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب، فكيف تكون صلاته معهم مع العلم أنه لم يعلم أنهم يصلون العشاء مسبقا؟ المهم أنه يصلي ثلاث، المهم أنه يصلي ثلاث، سواء أدرك الرباعية من أولها أو من آخرها، يصلي المغرب ثلاثا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.